هذا السائل يا شيخ يقول: كنت مسافر ودخل علي وقت صلاة المغرب، صلينا المغرب والعشاء، وبعد ساعتين تذكرت بأنني لست على وضوء، فما الحكم في ذلك؟ حكم أن تتوضأ وأن تعيد الصلاتين لأنهما لم يصح منك لعدم الطهارة. الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولا يسقط الوضوء ما يسقطه عنك النسيان. نعم.